هبدأ معاك بنظرة عامة كده شوية قبل ما نتكلم في كام نقطة. أنا بحس إنه عمرو بركات اللي كان منتظر منه أكتر بكتير من اللي قدمه، أنت نفسك بتحس بكده؟ انا يعني متاكد من كده. آه يعني دي نقطه انا قصرت في حق نفسي في محطات كتير. آه يعني لو هبدا مثلا من المقصه، مثلا كان توفيق ربنا رقم واحد، ونعم بالله. ولعيبه، مدرب، ناس خدت ادولك الثقه مع توفيق ربنا. مع كان عندي مستوى اعلى من كده، بس كان عندي توفيق الحمد لله كويس جدا، تمام. كان في اهداف، سمعت جامد اهلي وزمالك. بعد كده جالي سفر بره، قصرت جامد في اليرس لما سافرت. تمام. انا يعني انت طبعا بتقعد مع نفسك وبتحسب محطات كده معينه انت قصرت فيها. ففي بلجيكا قصرت في حق نفسي جامد، ما دوستش على نفسي، ما استحملتش غربه معينه، ما اخدتها زي ما تقول كده في الاول. عارف لما انت تلاقي نفسك مش مركز ويوم بيسرقك في التاني في التالت، فمركزتش فجأة لقيت التجربة انتهت بالظبط. من غير ما تبقى بتثبت نفسك بالظبط فيها. كده. ايه نوع الصعوبات اللي واجهتك وانت ما عرفتش تواجهها فبوظت التجربة؟ بص هقول لك ان انا اصلا سافرت قبل كده وانا صغير، عملت فتره معايشه وانا عندي 17 سنه. كانت فين فاوريدي ساعتها؟ كانت في بلجيكا برضو. تمام. عملت معايشه بس كذا نادي مش نادي واحد، ورجعت. فاوريدي انا اصلا جربت الموضوع قبل كده وسافرت قبل كده وعارف الموضوع عامل ازاي. فالمفروض انا كنت مسافر المره دي بقوه بقى، انا مش رايح اعمل تيست. انا الناس مستر ماجد سامي وشاريني من المقصه ورايح النادي هناك، وكان اصلا شاري لعيبه كتير جامده جدا وعنده طموح ان هو ينافس والكلام ده كله. فرحت هناك برضو ما دخلتش على طول في الاجواء. الاجواء هناك كانت جامده جدا، اللعيبه والملاعب والماتشات وازاي الملاعب بتبقى مليانه في الاستاد والكلام تمام. ده كله. ما دخلتش على طول في الاجواء، خدت فتره انسجم مع اللعيبه وفي اوضه اللبس وفي التمرين، كنت لوحدي شويه، ما دخلتش على طول. هل اللغة بأي شكل كانت لا لا لا، عائق؟ لا اللغه موجوده، اللغه بالظبط، موجوده، بس الانسجام اللي هو الانسجام اللي هو انت تصاحب بقى. المود بالظبط، مفهوم. اللي هو تخش بقى في اللعيبه وتصاحب اللعيبه وتعمل يعني دويتوهات في الفرقه، ايوه. انت فاهم قصدي، وتثبت بقى نفسك وتحط رجلك في الفرقه والكلام ده كله. خدت فتره شويه، يعني قعدت في الاول اصلا ما كنتش ببدا اساسي، وبعد كده نزلت، وبعد كده جالي اصابه، وبعد كده رجعت. وبعد كده في ماتش جبت فيه هاتريك، كان ماتش كاس. ماتش كاس بالظبط، يعني فاكر ساعتها احنا تابعنا الخبر ده باهتمام يعني ساعتها. ده الماتش الوحيد اللي انا يعني تقدر تقول ان انا يعني راضي عن نفسي فيه مثلا، لكن بقيه الماتشات انا كنت يعني مش انا. الماتشات اللي انا لعبتها هناك مش انا، مفهوم. وكان كل اللي بيتعاملوا معايا هناك هم مستنين يشوفوا امتى بقى عمرو اللي احنا الفيديوهات. مستنينه هيطلع؟ بالظبط، اللي هو الفيديوهات اللي كانوا بيشوفوها وانا في المقصه والشوط اللي من نص ايوه. الملعب، هم هناك بيتعاملوا معايا مستنين الحاجات دي. ما اديتش الحاجات دي في تمام. الفتره اللي انا كنت فيها هناك. وغلطان جدا ان انا اول ما الاهلي يعني تواصل معايا رحت على طول. انك ترجع. عارف اللي هو انا حاسس ان انا مش على راحتي ومتضايق ومش عارف اخد على الجو ومش عارف ابقى انا. ما صدقت لقيت الاهلي كلمني فرحت. لو كنت استنيت كان ممكن الوضع يختلف، بالظبط ده اللي كده. بتقوله، كنت انا هتبقى كان تندمج المفروض اكتر كان يعني. المفروض اقعد مع نفسي وادوس على نفسي. وده انا ساعتها تريزيجيه كان في بلجيكا ساعتها في مظبوط. اندرلخت، كنت اندرلخت. بقابله وكان بيقابل مدرب صعب جدا وما كانش بيلعبه وما صح. كانش بيحبه، وكان عنده تصميم غير عادي ان هو هيحارب الراجل ده وهينجح. ما فكرش 1% ان هو كان يرجع. بيقول لك، كنت بتقابله ايوه بعض، كان بيقول لك على كده. طول، هو اخوه كان هناك على طول بنتقابل. كان كريم حافظ معايا في الفرقه ايوه. وكان زيزو معايا في الفرقه، وكنا بنتقابل كلنا وبنقعد على زيزو طول. كان معاك ساعتها في كان نفس معايا الفترة دي، صح؟ في ليبسا، ايوه. كان من هدافين الفرقه ساعتها. كلام تريزيجيه ده ما كانش بيحمسك انك تصبر انت كمان؟ مش عارف الصراحه، انا كانت زي ما تقول الدنيا كانت واخداني شويه، مفهوم مش حاسس ان انا مركز قوي. مفهوم. خلي بالك انا من النوع برضو يعني ضعيف فيا نفساني، باين جدا، نفساني انا عارف ده يعني. كويس. لو معايا واحد لاعب او مدرب او حد بيعاملني نفسيا كويس جدا، بتلاقي حاجات غريبه. لو لقيت الاجواء مش مساعداني ومفيش حد بيعاملني نفسيا كويس، تلاقيني مش احسن حاجه بره الملعب وجوه الملعب. ايوه فانا مفهوم. كنت مش مرتاح قوي هناك، وانا غلطان في كده ايوه وندمان. هو حد